الكتاب معاش حاجه تساوي، تساوي جوج على واحد، جوج على واحد هي الكتاب معاش حاجه تساوي، تساوي جوج. اذا على شكل ماذا تصبح الداله الخطيه؟ على شكل ماذا تصبح الداله الخطيه؟ قول معايا جي اكس بلس ا نحطو جوج، يعني جي اكس تساوي جوج اكس، جي اكس تساوي جوج اكس. واحد خرجنا الداله على عامل السطور، ونقدر يعطينا الداله ونجبدو السطور. اذا الداله تقدر تلعب بها، يعني تلعب بها من البدايه للنهايه ومن النهايه للبدايه، يعني من بوكو سامبل. غنديرو داله تعلويه، نحاول نخدمو امثله الداله التعلويه باش نفهمو كيفاش غادي نخدمو. طيب غندوزو للداله التعلويه، ركز معايا. لا انا الداله التعلويه كنجبد الصوره بنفس الطريقه. اذا لا انا اف دي اكس تساوي 3 اكس زائد 4 مثلا، وقال لي اعطي صوره مثلا سؤال واحد، صوره اف ديال واحد و اف ديال زائد 4. كنجي الاف ديال واحد فين كنعوضها؟ كنعوضها في اكس، 3 في اكس يعني في واحد زائد 4. 3 في واحد شحال؟ هي 3 زائد 4 هي شحال؟ سي بون مزيان معايا، خصك تقول معايا 4 5 6 7 خصك تكون معايا على القدس. اذا اف ديال واحد كتساوي 7، اف ديال زيرو سي بون عندهم 3 في زيرو زائد 4، 3 في زيرو مشات شنو بقى معايا؟ 4. اذا اف ديال زيرو شحال كتساوي؟ 4. جبدت هاد الصوره وجبدت هاد الصور. اذا هاد الصور نقدر نمثل بهم في المليان، ندوزو المليان هو اخر مرحله. أو ميم طو نقدر نجبد منو مال، يعني علاش شنو دابا درت؟ زدت من الفوق ونقول لتحت، دابا غنرجع من لتحت للفوق، شنو عندي؟ عندي إيه ديال واحد، وعندي إيه ديال زيرو، وقال لي جبد لي الدالة، غندير تنجبدها. تكتب الدالة التالية على شكل إيه دو إكس كتساوي أ إكس زايد بي، أ هي معامل الدالة، أول حاجة كتجبدها هي أ، شنو هي أ؟ معامل الدالة، أ كتساوي إيه دو إكس ناقص إيه دو إكري، على إكس ناقص إيه. هادي غتجبد المعلومة غنطبقها في هاد الخاصية، شنو كندير أنا؟ معلومات وكنطبقهم، ما فيهاش شوية اللي تخدم الدماغ، مي هاد البي هي اللي فيها شوية كتخدمو فيها الدماغ، سي بون؟ غنحاولو نديرو هاد المثال واحد عليه واحد المرة، شوف معايا المثال مزيان شفتي؟ باش نمسحو وندوزو للمثال، نكملو المثال الثاني، سي بون؟ هاد المثال قلنا هادشي غيكون مكتوب، أمثلة راكم عارفين. القرص راه مكتوب ديجا كاتبينه، اللي بغا يصورها غادي يكون عندكم، غنلوحو ليكم هنا. إذا من هنايا غندوزو للدالة التالية، شنو كاين؟ كيقول لك إيف ديال واحد كتساوي 7، وإيف ديال زيرو كتساوي 4، معطيات، كيعطيو لينا معطيات، هادو كنسميوهم معطيات. هاد المعطيات منو خصني نجبد ليا هاد المعطى، هاد المعطى اللي عاطينا أنايا منو خصني نجبد الدالة التعريفية باش تكتب كامل. إذا شنو هي أول حاجة غنحددها؟ هي أ، شنو هي أول حاجة غنحددها؟ هي أ، على شكل ماذا تكتب الدالة التعلوية؟ على شكل إف دو إكس كتساوي أ إكس زائد بي، راه تقدر تكون راك تصدم معايا وحدة حاط السين وهو قاعدين، النهار اللي كنقول لك كتكتبها وكتكمل معاها. إذا إف دو إكس كتساوي أ إكس زائد بي، سامع؟ مازال. إذا هنا شنو عندي؟ إف ديال واحد كتساوي 7، وإف ديال زيرو كتساوي 4، شنو هي أول حاجة غنحددها؟ هي معامل الدالة. إذا لنحدد أ اللي هو معامل الدالة، أ شنو هو؟ هو إيف ديال إكس ناقص إيف ديال إكس إيف إكس، يعني غناخدو إيف ديال واحد، سواء تاخذ إيف ديال واحد سواء تاخذ إيف ديال زيرو، غير اللي بديتي به الفوق تكمل به تحت، ناقص إيف ديال زيرو، من الأحسن خذ كبير أصل النص صغير. إيف ديال واحد شحال كتساوي؟ هي 7، ناقص إيف ديال زيرو شحال كتساوي؟ هي 4، وكتحسب. لا يا ربي تفدنا على الشهادة. إيف ديال واحد على إكس، يعني هاد الواحد اللي كاين هنا، هاد الغلط ربطو منو البال مزيان، حيت هاد الغلط هو اللي كيديرو لا بليبار مي كيبغيو يحسبو معامل الدالة بدالة التعرفية أو الدالة الخطية، ركزو منو مزيان. إذا إيف ديال واحد قلنا شحال كتساوي إيف ديال واحد؟ 7، غنعوضوها هنا، ناقص إيف ديال زيرو كتساوي 4، على واحد ناقص زيرو هي واحد، إذا 7 ناقص 4 شحال؟ 4 5 6 7 هي شحال؟ هي 3. خصنا نكونو مركزين مزيان باش ما نغلطوش في هاد المسائل، الحساب ما نغلطوش فيه مزيان. الله يجعلك تحسب بليدك، الله يجعلك تحسب بالخشيات، ما تحشمش. المهم لا يكون عندك الحساب اكزاكت، وفي هاد الحسابات ما تعاودش تركب الكالكوليس بزاف، ما تحتاجش فيها اصلا الكالكوليس.
إذا 10 تساوي 3 7 كاين 10 أنا خصني خصني بي أورتو عند الأصل كيفاش غتجبد بي هذا هو أهم سؤال اللي خصك تعقل عليه مزيان لأن غتستعملو في الدالة غتستعملو في معادلة المستقيم وهاد الأسئلة كاملة اللي كتحط تقريبا ما كاينش أسئلة سي كومبليكي شوية صعب مي هادو الأسئلة راه نفس الحاجة نفس الأجوبة نفس الخاصيات غتخدم بهم غير الطريقة اللي كيسولوك بها السؤال كتكون مختلفة حيت حتى هما غادي يخدمو باش يشدو الدالة مزيان أطلع الوقت عندنا دابا راه حنا جالسين هكا إذا 7 ناقص 4 على 1 كتساوي 3 10 ولا 10 ناقص 3 كتساوي إذا علاش لماذا تكتب الدالة؟ إف ديال إكس كتساوي 3 إكس زائد بي شنو عندي؟ عندي إف ديال زيرو وواحد إف ديال زيرو شحال كتساوي إف ديال زيرو؟ كتساوي 7 تتساوي 4 وراه ركز معايا إف ديال زيرو كتساوي 4 إذا واش هاد الزيرو كنعوض أنا نحقق له بحق 10 إف ديال نفس الدالة وهذو الصور ديال الدالة تاعو يعني ديال يعني 4 كتساوي 3 إكس زائد بي 4 كتساوي 3 إكس زائد بي 4 كتساوي 3 إكس زائد بي إذا إف ديال زيرو إلا عوضت هنا غتولي 3 في 0 زائد ب كاش مشكل خصوش يكون مشكل لأن الجد ديال 0 غنعوضها ب إكس غنضرب 3 و 0 غتبقى 0 شحال كتساوي لك هذه كتساوي 4 اللي دوينا عليها كتولي عندك معادلة بالدرجة الأولى مجهول واحد اللي هو ب غتبقى ب كتساوي 4 إذا الدالة غتولي مكتوبة على هذا الشكل بحال رجعنا لنفس الحاجة رجعنا إذا نطلع من الدالة ولا نجبد الصور ونطلع من الصور ونبدا نجبد الدالة هذه القضية ديال المعادلة اللي قلنا نسكتو فيها الباب إي دو إكس كتساوي 3 إكس زائد بي عوضنا إكس بزيرو خلينا النقط اللي عندنا حنا عوضنا إكس بزيرو إذا عوضنا إكس بزيرو ضربنا 3 بزيرو غتبقى زائد بي كتساوي 4 علاش كتساوي 4 حيت إي ديال زيرو كتساوي 4 حيت إي ديال زيرو كتساوي 4 خصك تركز في هذه الكلمة مزيان إذا ضربنا 3 في 0 وتدخل 0 وتبقى لك بي كتساوي 4 إذا خرجت أورتو عند الأصل خرجت المعامل الدالة إذا أنا وصلت لكيفاش كتكتب شنو بقى لي دابا؟ بقى لي غير كيفاش الأصل هنا الأصل كيعجبك التمثيل ديالي إن كتساوي إكس جي إكس يعني بحال غير كتعوض هاد المعطيات اللي عندك كتعوض وكتحصل التمثيل ديالي هذا هو الأصل ديال التمثيل عندنا الصور ديالو خصنا ناخذ اف ديال واحد اف ديال واحد تساوي 7 دابا هنا قال لك ما التلميذانيه الداله التالف ما التلميذانيه الداله التالف يعني اف ديال واحد عندي 7 يعني اف ديال التالفيه غناخذ الصور ديالها واف ديال زيرو كتساوي 4 عندي جوج صور ديالي انا من هاد جوج صور واحده منهم ولا جوج خاصني خاصني بجوج ولا دالة تالية دابا خطيتها في الأمر الأصل المعنى إذا أنا بجوج غنجبد إكس وإيكال ديال دالة إن دو إكس إف إكس إذا هاد إكس هي المستعملة و إف دو إكس هي شحال كتساوي يعني 7 إذا إف ديال هادي شناهي هي إكس إف ديال واحد إذا إكس شناهو هو واحد و إف ديال واحد شحال كتساوي هو 7 يمكن كنجبد النقاط اللي باغي نمثل عليها ام ديال زيرو ام ديالها هو اكس ام زيرو و اكس شناهي هي زيرو و ام ديال 4 ام ديال زيرو هي 4 اذا النقاط اللي غادي نمثل هي 1 0 سي نورمال واحد هي اكس مع هي واحد غتجي هنا 7 1 2 3 4 5 6 7 7 كنديروهم على هذه وكنبدلوهم النقطة ديالنا الاولى وكنعاود ندوزو للنقطه الثانيه اكس ديالها هو 0 واي ديالها هو 4 يعني 1 2 3 اذا الداله ديالنا سي دو اف سي دو اف هي النقاط بجوج مع اللي كتبوا بالنسبه للداله التالفيه عندنا كنا في الداله التالفيه اكس اذا الشيء ديال اكس اللي كتساوي بجوج اكس الى لاحظنا خصنا صوره باش نقرر وحده ولا جوج غير وحده لا تمر من اصل المعنى اختار النقطة كيف ما بغيت إلا كانت عندي كنستعملها ما عنديش كنختار مثلا نختار نقطة واحدة ضربنا جوج واحد هي جوج إذا واحد جي ديال واحد إن إكس جي دو واحد إذا إكس شناهو هو واحد والجي ديال واحد هو جوج إذا واحد جوج ها هو واحد
هذا هو التمثيل ديالي، هذا هو الدرس اون جينيرال. باقي فيه واحد القوالب ديال الدرس ديال باش الامتحان تجي في 100% التمارين ديالو مزيان حتى الفورم تجي في التمارين ديالو مزيان. دابا حاليا غنسالي الحصه لسببين، السبب الاول هو ما كيبانش لكم راه غتكون باين لكم وكتكتبوا معايا وكنطرحوا تساؤلات مع بعضياتنا، داكشي علاش غدا غنحاول نقادو هاد المشكل. ثاني حاجه انت راك تي مركز معايا ما تفهمش، فتراجع ديجا اللي كاتب لك الدرس التلاميذ ديالو ديجا كاتب لهم الدرس يمشيو للدار ويحاولوا يخدموا الدرس او يعاودوا باش غدا يكون معايا مباراه يكون معايا مزيان. ما غنديرش غير درس واحد، غنحاولوا نديرو جوج دروس سي بون، نعاودوا نراجعوا جوج دروس او ثلاثه دروس الى قادين هاد الامور غنقادوها ان شاء الله. بالنسبه للايف غيكون في الفيسبوك وفي يوتيوب بجوج، يا غيكون في الفيسبوك واحد ولا في يوتيوب، يا غيكون فيهم بجوج غدا ان شاء الله. غادي نلوح لكم ليان، غنلوح لكم فين غيكون في الفيسبوك الوقت بالضبط. غالبا غيكون مع ستارز، غالبا غيكون مع ستارز اللايف، غالبا غيكون مع ستارز. وثاني حاجه هذا اللايف ما غنديروش غير لصحاب الكاتريام، غيكون غير بدينا بالكاتريام، غيكون الكاتريام ديال ا و بي و سي حنا غنديها بخير وكذا وفين غيكون لي لايف. من وراء غيكون السابعه والثامنه، من وراء غيكون السادسه والسيزيام حتى الرابعه. اذا كاع الاقسام اللي عندنا غنديرو اليوم اون با بيبليك، يعني اي واحد يقدر يستافد، وفي نفس الوقت التلاميذ ديالنا غيشجعوا الحضور ديالهم، اللي ما حضرش غنحاولوا نشجعوا في الغياب ونعيطوا للوالدين علاش ما حضرش. اذا اليوم احنا درنا هذا التجريبي باش نقدروا اننا نوصلوا الميساج لكاع التلاميذ ديالنا بان رانا نبداو لي لايف كاننا كامل غياب في القسم بالغياب ديالو والمسائل ديالو. ما نحاولوش نديروا لايف عادي نهضروا فيه ولا نديروا الدرس عادي، لا غيكون فيه طرح تساؤلات، غنعرفوا التساؤلات غيكونوا فيه تمارين الحصه الجايه، غنعرف شكون اللي خارج وشكون اللي ما خرجوش. طيب مع هذيك اليدين حاول ما تكونش دابا سير ورا باش نحافظوا على الامان ديالنا. حنا من الدار وما قاطعين ما خرجنا ما زرقنا لا حتى شي حاجه، حاولنا اننا نخرج لكم هذه لايف ونحاولوا اننا نرفعوا لا كاليتي ديالو باش تستافدوا الدار، لان حنا ما عرفناش هذه الفاجعه حتى الثاني ولا تكمل. مي اللي عليا نديرو المسؤوليه اللي هي دابا واضحه، سوا يكمل العام سوا يقرر الشهر الجاي شهر ورا، حنا ما كنقراوش نعرفوا النتيجه، كنقراو باش نعمرو دماغ سي بون. كاع اللي معايا راه فاهمين هذه القضيه، كنقراو باش نعمرو دماغ. اذا انت في هذه البيريود راه عندك لا بليبار ديال الوقت ما تخرجش ولا دير شي حاجه، اذا التزم بالمنزل ديالك. هذا ماشي غير نصيحه ما نقول لك، كلشي عارف المساله ما نحاولش نتجاوزها. اذا هذيك الطريحه ما تحاولش تضيع اولويات السوكوس، قلنا ما تقدرش التليفون ديالك اكثر من سبعه السوايع، واش في القرايه ديالك بلاصه التليفون ديالك حاول ما تشد التليفون تجي شي حاجه اللي تشوف، لان حنا كنقراو باش نعمرو دماغنا، ماشي علاقه باش تجي في النقطه. الا قريتي باش تعمر دماغك كلشي غيجي معاك، كلشي غيتبعك، سواء النقطه سواء النتيجه غتبعك سواء مع المنزل ديالك. هذا مبدا. ثاني حاجه ما تكونش غير في ماده الباط، غيكونوا جميع المواد على الياس على الشجاع على ايوب بالنسبه لصحاب السيزيام على عبد الرزاق بالنسبه لصحاب البار. اذا كاع تكاع الاساتذه متجلدين باش يكونوا باش يعملوا الماكسيموم في الدعم الدراسي وفي الدراسه ديالهم، وان شاء الله نقادوا لا كاليتي نشوفوا واش ضروري نديروا من بعد التعويض. غنديروا لي فيديو غنديروا المونتاج ديالهم ديال الحصه اللي دايرين لايف، غنحاولوا نوصلوا منها وغنلوحوها في لاشين ديال يوتيوب باش تقدر تعاودها انت باش نمشيو في السيناريو اللي غادي في هنايا. واخا هي هاد الخمس ايام اللي خدينا بحال خدينا حنا عطله ديالنا حنا، من دابا ان شاء الله اثنين غيطبقوا هذا البروغرام اللي صرانا غيطبقوه في الدار، وغنعطيكم بروغرام بالنسبه لجميع المستويات بان كل مستوى عنده حصه وقت معين والماده اللي عنده فيها، يعني بحال ماشي ديك الشيء عشوائي بحال هكا تعرف تعقيد. من هذا الميساج اللي يوصل لكاع التلاميذ ديالنا هذا من باب واحد اخر، اي واحد ما عندوش قدر يستافد كاينش مشكل. ثالث حاجه وهي اخر حاجه، نتمنوا ان المغرب تخرج من هذه الفاجعه، ونتمنوا ان الدنيا تفيد. بقى زيرو حاله محمديه، نخليوها زيرو حاله محمديه، وكل واحد يشد الدار ديالو، وحنا راه معانا وانتم راه معانا بقلوبنا، ونكونوا يد وحده باش نوصلوا المجتمع المغربي للابعاد الكبرى. كيقولوا واحد الهضره كاع ان بنادم ما قراتها في القيصر ما يقرا بقى غير يقرا في اللايف كاع اللي قرا انت اللي في يدي. هذا حنا في وضعيه انك انت ماشي في القيصر راه شي مولود عليك ولا زي ربك يضرب فيك ولا كيهضر معاك ولا كيحاول انك يخليك تتبع باي طريقه كيف ما كانت، لا حاول تدخل دماغك بان انت هذا الوقت خصك تضيعو كامل، بان هذا الوقت خصك تزيد تافونسي فيه، تزيد بالعكس تافونسي في القرايه باش حتى اللي ندخلوا للدوله نكونوا معاونين معهم على الاقل معاونين باننا حنا رافعين، ماشي غادخول غيكون الوقت قليل يقدروا يبداو امتحانات ديريكت على السكيت شي كامل تحطوا
هاد الاحتماليات كامل تحطهم في دماغك. بس انا هذا ما كاينش، لان في المباشره معكم يمكن كان مندوب ديال وزاره التربيه والتعليم قال لي السنه البيضاء ما كاينش، لان راه 70% في القرار. اذا انا ما غاتوش هي غير الدماغ، حاول تخدم لانك حتى ما تدخل اي رقم القرار. سي بون، حاول تخدم لانك ما تدخل اي رقم القرار. حيد من ديك العقليه ديال لا شاف الله ولا لا بحال هكا. صعب، حنا عندنا كل شيء، انتم راكم عارفين بان انا عارف جميع المواد وعارفين الماكسيموم، حنا عارفين شنو كندير. اذا بقاو غادي معنا باراليل ان شاء الله، كل شيء غيستافد منه جميع المستويات. غير دابا درنا بالتجريبي، حاولوا نجربوه. كنا غنديروا غير الشيء مع العقليه الاساسيه، علاش ما نديروش بالتجريبي؟ تبدا انت الاول قلت لهم ماشي مشكل، مي كانت الدماغ الصبوره ما عندناش السبابات اول مره في الحي على القرايه. غنحاولوا نشوفوا السبب شنو هو، لان كان نورمالمون ماشي كاين. مي غنشوفوا شنو هو المشكل الاساسي، واش في التليفون خصنا نديروا كاميرا. من بعد هو عارف شنو هو الحل، عندنا كاميرا